اوكي السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ معكم عمر من قناة عمر جيمز، واليوم كالعادة معانا لعبة رعب جديدة وغريبة بنفس الوقت، واللي اسمها ليفت اوفرز او بمعنى اخر البقايا. ما ادري بقايا ايش، بقايا فطور رمضان ما ادري ايش السالفة. الان راح نعرف ان شاء الله لما ندخل نلعب، وطبعا بناء على طلبكم راح نلعب هذه اللعبة. المهم الجدد في القناة اذا كان يعجبكم هذا النوع من المحتوى، نلعب كذا العاب رعب غريبة وجديدة بنفس الوقت، انزل تحت وحط لايك، خلونا نوصل هذا المقطع 2000 لايك، وبرضه انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس. ولا بسم الله خليني اطول عليكم، وبسم الله بلي. اوكي يا ساتر، اوكي ما ادري انا من اول قاعد اسمع صوت. اوه هذا التلفزيون كان من اول، انا معزبه كذا 2D كذا زي نظام عندي زب الفارم ولا ما ادري زبده. اوكي نقدر نتحرك. اوكي تمام، ايش هذا قالوا؟ اوكي هذه صوت اوكي مين هذه؟ صوت الجسم قاعد تسوي اكله ولا مين؟ توك تو مام. اوه هذه امه. لا والله بالام، ايش قاعد تطبخ لنا بالاندومي؟ اي كوك تو ماتش توداي، انا طبخت كثير اليوم. تعطي البقايا للجيران. اوكي طيب يعني ما شاء يعني في بطنهم ولا في الزبانة. It's okay they are not gonna bite، يعني عادي ما مو مشكلة، يعني هم ما راح يعضوك، يعني الجيران ما راح يعضوك أبدا. مين هذول الجيران؟ ها الجيران إحسان للجار لازم جاي شوي. لا ما نبغى. اوكي ديو انت بيج بوي. اوكي يعني نحن جسمه، نحن يعني هذا قاعدين نلعب بولد. اوكي بالولد صغير كذا باين عليه طفل كذا خايف من الجيران، الظاهر شاف فيلم رعب قبل 5 دقائق حاجه زي كذا، انه انت جسمه بعدين راح تصير انت ولد كبير ولازم انك تتعلم بعدين انك تعتني بامك وكذا. ها مو تروح ترميها في دار المسنين مدري ايش. هذه الفيديوهات اللي ترسلها امك كذا في الواتساب كذا. شاهد الان ولد تحول الى سياره. dont be like your dad، لا تكون مثل ابوك يا اخي. والله ابوك يا اخي ما. اوكي ايف بوت، انا اعطيتك والله 10 بوكسات من بقايا الاكل يعني فاهم. اوكي خلاص امشي رضا نوم شباب. ايش فيه؟ ايه والله اسحب على كل شيء، يقول لك حتى لو كنت ايش. هنا الباق ما شاء. ايش الباق؟ ليش كذا؟ الو شباب ايش هذا؟ ايش الباق؟ الو ايش الخدعه هذه؟ ايش هذه؟ ما يدخل داخلها اخوي الصغير، تبى تدخل فيها اكل كيف ما ادري. ايش فيه؟ طيب قاعد اعطلك وكذا، لكن امك الان مشغوله يعني مع العشاء ما ادري ايش قاعد تسوي عشاء الظهر. ومين العشاء بالله؟ لا يكون انا العشاء شباب. لا لا عاد امي ما تسويها. لا ما ايش فيه شباب، اندومي العشاء ان شاء الله. بس انا علمتك انك ما تتكلم مع الغرباء ها، لكن في استثناء ما يور نوت جونا ليت مي داون، يعني انت ما راح تخيب املي ها صح. اوكي تمام ابشر والله الابشر. اوكي ايش قاعد يعني يعطلك؟ ايش قاعد يلعب سوني يعني الرجال الطيب؟ لا ايوه روح اسمع كلام امك. وبعدين ايش بطل اللعبه هذا اللي قاعد نلعب فيه؟ اللي قاعدين نلعب فيه ما يا اخي غريب، شوف كيف طوله كذا فاهم، ينحط داخل الحقيبه هذه اللي اعطتنا اياها قبل شوي. اوه لا دقيقه هذه نظريه شباب، ممكن انه من جد احنا العشاء فاهم. بعدين ليش امه كذا شكلها غريب كذا تقول كرتونه كذا لوحه مو ام حقيقيه ولا والله ما ادري يا اخي. اوكي سموحه يا ام بطل اللعبه، بس يا اخي لازم نتنمر شوي لانه وين جد ايش التصميم والله كانك كرتون. طيب اوكي هذا قاعد تقول انه باي ذا واي ترى على فكره يعني لا ترجع الا لما تخلص. اوكي ابشر. اوكي تمام لا ترجع الا لما نخلص او لما اوكي نقدر نرجع. حلو والله نقدر نرجع. طيب اوكي ايش يصير لو رجعنا؟ اوكي ايش فيها الموسيقى كذا تحولت حبيبي رعب؟ ايش فيه؟ ها كيف ايش؟ تعال يا اخي كمان مره واحده اتركك من السوني، روح العب مع اولاد الجيران بالله. هنا عندك هنا مين هذا الجار؟ هنا في هذا جارنا اللي جنب بيتنا على طول. حياك الله جارنا، كيف حالك حبيبي؟ ان شاء الله طيب. تعال ورا. هلا والله حياك والله باين عليه يا اخي. هلا والله انت شو اسمه ليتل بوي فروم ذا نيكست دور. اي انا هنا با هنا ساكن جنبكم والله العظيم. تبغى تزورنا في البيت ها؟ بعدين ايش الشكل هذا؟ ايش العيون؟ لبس نظار؟ اوكي ايش اللي جابك لين هنا؟ والله صراحه ها بريس اند هولد ايش ابغى ارد عليه ايش؟ اوكي هذه عجوز اوكي مو رجال. اوكي انا اقول ايش في عيونه كذا. طيب يلا ها اوكي ها يلا هنا عندك الاكل. اوكي واتس ذس؟ هذا اكل ماي فيفر. ايش ماي فيفر؟ ايش اكلته على طول بلعته؟ ايش فيه؟ لا مو كذا. عندنا 9 بوكسات ايش فيه؟ جيف مي ثانكس تو يور هذا اشكر لي هذا ابوك وامك وكذا. لا والله ابشر شايفين يا اخي عجوز كذا طيبه كذا باين عليها كذا حنونه وكذا باين ما فيها كلام ان شاء الله. ما هل انت كنت شو اسمه طفل جيد؟ اي والله. طيب ايش كيف اردت ايش تبغي بوكس ثاني عشان اثبت لها؟ ها بوكس ثاني ها يلا ها ايش في ما تبغى بوكس ثاني؟ بوكس ثاني يا قلبي ها خذ طفل جيد انا ايش في خذ ابلعي ولا لازم انا اكلك ولا خذ القطار جاهز امسح ايش لازم اسوي؟ ذاتس جود تو هير. اوكي يعني انه ايوه اوكي شايف يعني ما في قله ادب يعني ممكن انضربت بالحزام لاني نمت متاخر لكن ما في شيء ثاني. لا يلا جود نايت يلا مع السلامه يلا توكل على انت وبيتك التعبانه ما ادري ايش ما ادري ايش البيت هذا. بعدين من جد هذا ليش قصير يا عيال؟ والله قصير مره بطل اللعبه. طب لو رجعنا ايش يصير؟ لو رجعنا البيت ايش يصير؟ يصير لا امي قالت لي انه انا لازم ما ارجع الا لما امك بتخليك اندومي والله العظيم كيف فاهم كيف بتقطع هذا اللحم مع الاندومي والله يطلع تمام تتغدى عليك هي والوالد. يلا ها ندق الباب شو اسمه الثاني
يلا السلام عليكم. ايش يا اخي بنمر على بشقه شقه ايش في فاضيين احنا دليفري ايش هذا والله ما ادري. حياك الله ماشي. ايش النظاره هذه سمكه 50 متر ايش ها؟ ايوه ايوه اوكي ايش ايوه حيا كيف حالك انت ايش في ها؟ خذ خذ ابلع ابلع انت وراسك هذا. اوه هذه بقايا حقت امك. لا ما حد يبغى كذا من جد يا اخي. روح طعميها للبسس اللي موجوده في الحاره. ليه جاي تاكل الجيران؟ انا ماني عارف. اه ايوه شم ريحته فوق الحين عجبته. انت شو اسمه انت ابن هذيك اللي من الليفل 9 من الطابق 9 ونحن في الطابق 9 ساكنين. والله صراحه تقريبا فخذ كف على وجهك ولا كيف؟ ما نقدر نعطيك كف، نبغى نعطيك كف على وجهه يا اخي. ايش في؟ قاعد يقول امك جميله. ما ادري حبيبي روح كمل لعب فورتنايت انت وراسك هذا. اه اخذ الاكل خلاص يلا حبيبي توكل على الله. والله العظيم ارعبني هذا. ايش في؟ امي شوفي شغلك معاه. شوفي خليه اندومي بالله. هذا هو هنا في الطابق 8 الشقه رقم 8 0 ما ادري كم. يعني بيطلع تمام مع الاندومي. انا شايف مقبلات جميله. اوكي يلا نشوف اللي جنبه. الجنبه كمان قليل ادب سبحان الله. يقول لك من خاوى من شو اسمه يعني كان جيران مع الثاني 40 يوم ما ادري حاجه زي كذا. ما في تفلسف المهم حاجه زي كذا يعني. بدي واد ايش تبغى؟ والله ها خذ ها هنا في عندك هذا. او هذا يبين عليه لذيذ. اه والله كويس يعني. Do I need to pay؟ محسب لي delivery حق ماك اي والله في 50 ريال لو سمحت. هنا في 5 ريال كمان توصيل لو سمحت. 55 يعني. اه قلنا لها لا الظاهر قاعد تقول والله انك غبي. جيب شايفين والله العظيم نفس الجنب هذا الحيوان هذا. لا حول ولا قوه. بس دقيقه يعني في 7 طوابق تمام وعندنا 7 بس 7 بوكسات. كيف نلحق؟ كيف يعني كل طابق فيه شقتين كمان؟ فما ادري ايش السالفه. ما يلا حبيبي نطلع. هنا عندك الجار هذا اللطيف. كيف حالك ان شاء الله؟ طيب انا متامل انه هذا الجار راح يكون غير عن البقيه. راح يكون جميل ولطيف. هذا الفام اللي عنده اولاد نلعب. اي والله هو نفسه. اعوذ بالله منها. ايش في حوليه ما افتن انت ولا مين؟ اعترف. هو قاعد يقول اوه انا مشغول. ايش تبغى يا طفل انت والله؟ فام هذا النوعيه اللي هو الجار اللي نحن كل يوم نجي لعنده نقروت جد وكذا نبغى نلعب مع اولاده ولا عنده كافه بلاي ستيشن 5 في البيت نجي عنده كذا نلعب فيفا كذا حاجه زي كذا. طيب اوكي ها خذ حبيبي. هنا عندك اكل روق شويه. ايش اللي سيريسلي يعني من جدك انت يعني حيطك؟ والله لا شوف عيونه تخوف صراحه فاهم كذا باين عليه ما نام الليل. فانا برايي باين عليك عنده شغل كثير. انا برايي يا صديقي حرق على الباب اللي جنب قبل يسويك شاورما الحين بالله. اوكي ما ادري ايش قاعد يقول. قاعد يقول اوكي بس تدري ايش انا راح اخلي شو اسمه البوكس هذا يعني خارج الباب هنا يعني. ويلا شكرا. لا والله انه كويس يعني والله انه حبيبي وكذا ما اوه الباب مفتوح. الو شو اوه هنا اوكي نحطه هنا. طيب يلا حطيناه ها نحطه. اوكي تمام خلاص ان شاء الله انت بتجي تاكل بعدين. يلا خلص شغلك وتعال كل. يلا بالعافيه. بس بالله عندكم سوني 5 هنا؟ ها روح ادخل سوني 5 صح. انا اتوقع امزح ما ايوه اوكي رجع عند امه. واي ار يو هم سو او قاعد تقول انه هو يعني خاف فاهم الولد فاهم رجع عند امه كذا فاهم. قاعد تقول ليش انت الحين رجعت بكير ها؟ ما قلت لك انه انت ما تجي الا لما تخلص؟ اوكي قاعد يرد عليه. لكن لا ترد جوابات كذا على لا قلت ادب روح لو سمحت. شكلك اليوم حتنام في الشارع صراحه. انا كذا شايف يعني صرفت وقاعد يقول لو سمحت انا الان مشغول روح انقلع. انا اتوقع انه الجيران يعني ما هم شو اسمه ما هم سيئين لهذه الدرجه صح ولا لا؟ وما هم سيئين يعني ما هم مشكله. يلا انت تقدر تسويها. يلا روح حبيبي روح صير رجال انت وراسك هذا. خلي امك شو اسمه فخوره فيك. يا اخي ما ادري ايش العلاقه يعني. انا رايح اعطي الاكل للجيران يعني فاهم؟ ايش دخل خلي امك فخوره فيك؟ ما ادري. عندي نظريه انه هي قاعده تتكلم على الاب وكذا. فالاب دائما سبحان الله كان مظلوم فباين انه صار اندومي كذا وقاعدين نوزعه على الجيران. عايش زي كذا يعني انا كذا شايف ما ادري. لكن في قصه الظاهر يا عيال في قصه فاهم في اللعبه هذه. اذا تبغى نسوي شرح قصه في القناه الاساسيه كمان اوكي ممكن نسويها لانه في قصه فاهم في واضح كذا قصة خصوصا العبارات اللي قاعدة تستخدمها الأم كذا فاهم شيء غريب. طيب خلينا نكمل ننزل تحت. نيجي الآن عند الطابق السادس أتوقع أعطيناهم صح؟ أتوقع الطابق السادس أعطيناهم. لا والله ما أعطيناهم باقي. أوكي نيجي عند هذا. يلا حبيبي السلام عليكم. ولا هذا جينا له هو هذا نفس الرجل العجوز مدري إيش. أوكي قاعد تقول إنه ما في أحد في البيت. أوكي ما في أحد في البيت وين راح إجازة؟ راحوا إجازة فاهم كذا الصيف وكذا راح يعني واحد يبغى يروق على نفسه. أوكي ها هنا كمان أوكي قاعد يتحرك. أوكي أعوذ بالله والله العظيم باين إنه روح أعوذ بالله. أنت مو أنت اللي شو اسم الشخص اللي هذا مدري إيش؟ إيش اللي جابك هنا؟ والله في أكل يعني صراحة أكل يا الله شو اسمه مرة حلو الأكل. أنت باين عليك تعبان إيش رأيك تجي في بلاي ستيشن 5؟ إذا في بلاي ستيشن 5 ما عندي مشكلة بدخله. أوكي إيه ما عندي مشكلة يلا يدخل ما عندي مشكلة. أوه دقيقة في كذا اجابه انه هز راسي كذا يمين يسار انه انا ما اوافق ولا فوق تحت انه انا اوافق فاهم. انا هزيت في راسي فوق تحت فانه انا وافقت. اوكي شباب دخلنا البيت شباب اعوذ بالله لا
بلاي ستيشن 5 ولا ما ادري ايش صار لكن الولد رجع. ايش فيه يا حبيبي؟ ليش الولد رجع يا كلب؟ ليش رجعت مره ثانيه؟ والله خليك دومي مع ابوك. هذا انت قاعد تحاول تخلي هذا امك زعلانه ها؟ والله يا عيال شكلها مومي لونج ليجز اقسم بالله والله العظيم. فك كذا مغطيه وجهها كذا وقاعد تسوي نفسها كذا انه هي ما ادري ايش باين عليه. اوكي تقول انت ما سويت شيء غلط وكذا ما ادري ايش. دونت بوك لا تجزم لا تحفر كذا وتحشر خشمك كذا في حاجات كذا تجيب فينا العيد. دونت بي لايك يور ما تكون زي ابوك. والله العظيم يا عيال باين انه ابوه صار اندومي اقسم بالله. والله ما الام صراحه هذه النظريه 100% صحيحه فاهم. وبين هذه مومي لونج ليجز اخت مومي لونج ليجز وبين حبه حبه اللي عصرت بعدين حتخلينا ندومي فاهم مع الوالد. دقيقه مو هذول الجيران هذه وهذه كذا عندها اسنان حقت هقي وقم باين انه الله يرحمهم. بقول لك اختصار كل اوت ها كنا نديهم الو في احد هنا يا اعوذ بالله. ايش الصوت هذا؟ ايش الصوت حبيبي؟ ايش جاموسه ولا ايش تبغى؟ اعوذ بالله منها. اعوذ بالله. اوكي رجعنا ببيت مره هذا فجعان فام ما اكل من مده 100 سنه حبيبي. اوكي هذا رجع عند امه مره ثانيه شوي وبيعملها على نفسه من الخوف. اوكي قاعد تقول اوكي الام ها قاعد تحذره اذا مره ثانيه. بس يا امي هذول اوكي اذا مره ثانيه رجعت على البيت اوكي ايش حيصير؟ انا راح اعلمك درس ما راح تنساه ابدا. يلا شباب رحله البحث عن بيت فيه بلاي ستيشن 5 بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا بالله؟ وين انتوا يا اخي؟ وين يا اخي اولاد الجيران كنا نلعب معاهم زمان يا اخي؟ وين اوكي ما في احد في البيت يعني. الظاهر الولد نشبه يا كان شافوه من المنظار فاهم كذا كذا شافوه قالوا لا حول ولا قوه هذا جاي يلعب بلاي ستيشن 5 كمان يشغل اهل جدنا. روح حبيبي انقلع. اعوذ بالله. هلا حياك. ايش السكين هذا؟ انا شفت سكين معاك يا قلبي. ايش فيه ها؟ هذا ويليام بس صار مديون فاهم هذا هو. ما اوكي وات ار يو دوينج هير؟ ايش قاعد تسوي هنا يا صديقي؟ ما ادري ايش يعني صراحه انا ودي اعطيك الاكل بس ايش هذا هنا؟ في شيء غير اخلاقي جنبك. ها خذ ما عليك ها خذ يلا بالعافيه. قاعد تقول انا ما انا مو جوعان. على الظاهر تغدى على الطفل قبل شيء ما هو جوعان مره. اوكي خلاص ايش رايك انه نتكلم نسولف مع بعض يعني بدال هذا الشيء يعني؟ لا انا برايي لا حبيبي يلا سلام. يا ويليام يا اوكي قاعد يقول لا انا مصر على هالشيء. والله انا شايف يعني كيف حالك؟ والله يا اخي انا من زمان ما تكلمت مع احد باين لانك قتلتهم كلهم اللي قابلتهم ما شاء الله. زوجتي مدري ايش هذا هربت والله ما هربت باين عليك قتلتها حطيتها داخل بلوره مدري ايش باين من وجهك. هو قاعد يقول هنا في واحد قاعد ياخذ شاور فلازم انه انا اجي له بعدين. اوكي تمام ابشر. مين هذا المروق قاعد ياخذ شاور باللعب؟ بتاخذ شاور في الشقه تجيك ام جاسم مدري ام بطل اللعبه يعني هنا ما في احد في البيت. تجيك والله العظيم تاكل جدك انت في الحمام فاهم يعني يفضل انه تاكلك مكان ثاني مو في الحمام الله يرضى. لكن شو اسمه يعني ما هذا اللي ما ادري سالفه امك قاعد ياخذ شاور في الشقه هذه. انت اللي من الطابق 9 ما ادري ايش قاعد تقول من جد امك سوت هذا الاكل ما شاء الله الاكل لذيذ مره يعني لازم اعرف شو اسمه الوصفه حقت الاكل هذه. الو شو اتصلت بالام؟ لا اسمي لورا ما ادري اسمها هيلاري ما ادري ايش اسماء انابيب الغاز هذه شباب اسماء فضائيه اقسم بالله. هذا يعني طفلك اعطاني قبل شوي هذا كنث من جد يعني رجل جدا شو اسمه جدا محظوظ انه انت تطبخي له وكذا ما كنث الظاهر هذا الوالد فاهم اللي هو جوا البوكس يعني. الله العظيم. الو شباب عصبت هذه مدري ايوه بلادي شباب الو اوكي مين اللي جاء هذه ولا امه ولا اوكي الظاهر لازم نروح عند الام الظاهر. ايوه الكل اولو في اوكي تبغى تذبحنا يا ساتر. اوكي ليش ايش في اللي قاعد يصير؟ والله ما ادري الان اوكي بس هي قاعده تلحقنا. قاعده تلحقنا شباب. لا 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 والله هذه الاخت مامي لونج ليجز. لا دقيقه ارجع للبيت ارجع يلا امي تعاملي معها بالله سويها عشاء بالله. ايوه كفو كيف لا في سكينه هنا ايش في جود جوب تي ايش في انا جدا فخوره فيك. اوكي الان لازم تروح للغرفه حقتك قاعد تقول انا عندي شغلات شو اسمه ابغى اسويها ما ادري. والله يا عيال ما فهمت ولا اي شيء. طبعا خلصنا اللعبه وما فهمت ولا اي ما ادري ايش اللعبه الغريبه. والله يا عيال لعبه غريبه اغرب لعبه رعب لعبتها الى الان في تاريخ القناه. ما ادري هل الام شريره ولا الجاره هذه شريره ولا ايش السالفه ما ادري. ما ادري اذا كان كمان في نهايات ثانيه ما اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان اعرف. وبرضه كان في نهايات ثانيه وتبغوا نسوي مقاطع اكثر يعني عن اللعبه او نسوي الشرح قصه للعبه في القناه الاساسيه انزل تحت وحط لايك خلونا نوصل هذا المقطع 2000 لايك. وبرضه كنت جديد في القناه انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس. ويعطيكم الف عافيه على المشاهده ويلا سلام.